اول شيء كان دخول المباراه كان جيد، ولكن ملي كتكون عندك انفراد انت والشبكه وكتضيعها كتضيع فرصه ثانيه، جات فرصه من تمريره خاطئه وانا كنت دي اون ديزيكيليبر، جات على الكروي لان الكروي انا تنعرفو كلاعب عندي يعني كروي واخا ما وصلش ديك الفورمه لانه باقي لانه كيعرف عنده مشاكل، ولكن هذيك الكرات كان كينتظرهم منتظر الاولى كان اورجو الثاني اورجو الثالثه اللي كانت خطا في التمرير مشى سجل، يمكن حتى التغطيه ما كانت سيئه جدا. هما دخلوا في الماتش حنا خرجنا من الماتش بدينا كنتسرعوا ما بقيناش يعني ما شفنا راسنا منهزمين بواحد بحال دخلنا في واحد مرحله فراغ. كملنا الشوط الاول بتمريرات خاطئه بعض الاحيان عشوائيه، بعض الاحيان كتقول هذا راه ماشي فريق اللي كتدربوا، كاين بعض الاحيان بعض الاشياء بعض الاحيان العام المغربي تبقى العام المغربي، لانه واخا تعيا ما دير ليه المورال من العام ما كتكون ما كيتخلصش يعني تجي تبقى ديما يفكر لك غير الفلوس، هذا راه الحقيقه يعني اللاعب ما كيقدر ما كان كيتسنى مثلا ياخذ المسائل ديالو ماديه وكتقعد تعطل عليه اسبوع في اسبوع في اسبوع في اسبوع، فاللاعب تيخرج من التركيز كتبش عليكم، لان ما يمكنش انا التدريب والتركيز رغم انه ما كنا في الحاله العاديه ديالنا خصنا نربحوا بربعه ولا خمسه، ولكن الدراري بحال لما دائما ما كاينش ذاك اللاعب المغربي ما كيركزش لا سيما ما كي ما كي كي كيلقى وعود وما تياخذش الفلوس، دائما تيلقى مشاكل ملي كتهضر معاه تلقاه بحال شارد ذهنيا فهمتي ضغط غلط بعض الاحيان. الشوط الثاني يمكن كان واحد الخطاب يعني كان قصحت على الدراري شويه شحال هذه ما قصحت عليهم، قلت لهم او موه ياك ضيعنا كواري دخلنا في الماتش شويه خرجنا من الماتش درنا اخطاء على الاقل لعبوا بديك النفس غير على الاقل نديروا هذيك رده فعل، وقت في الخطاب ديالي كنت صارم جدا لان يمكن يعني شي حوايج اللي قلتهم كاع ما عرفتش اناش قلت بعض ما كنكون غاضب، لان سيرتو ما كنشوف اللعاب ما كيتقاتلش معايا وما كيتقاتل هذاك التوني، يعني الشوط الاول من بعد سجلنا الهدف صافي خرجنا من المباراه النهائيه، هنا كتعرف اللاعب ان راه الهدف يقدر يسجل في 30 سكون. الحمد لله الشوط الثاني الدراري كانوا يعني كانوا رجعوا ديك الروح، حاولنا بحثنا كانوا محاولات سيطرنا خلقنا محاولات رغم ان الفريق الخصم كان كيضيع الوقت بزاف، يعني تسجل هدف الحارس يطيح المدافع يطيح تضيع كتضيع فرصه كيطيح حرسوا لنا الريتم، ولكن كانت الرغبه ديالنا الحمد لله كانت رغبه كبيره باش نفوزوا. الشوط الثاني كانت فيه الروح كانت فيه خلق الفرص رغم ان كان علينا واحد الضغط يعني ضغط والتفكير ما كانش في المباراه في الشوط الاول، هذا هو اللي يعني هذا هو السيناريو بالنسبه لي للمباراه، غير وانا اللي فرحني هما اللاعبين انهم يعني في الشوط الثاني كانوا باغيين ينتصروا وكانوا مامنين بالانتصار حتى سجلوا التعادل وجاو عندي فاش كان ذاك المشكل ديال فاش توقفت المباراه واحد ثلاثه دقائق ولا اربعه جاو عندي قالوا لي ان شاء الله غادي نربحوا يعني سجلوا هدف وقالوا غنسجلوا وهذا شيء مفرح.